بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. احنا في عام قضائي جديد وانتم على اعتاب هذا العام ان شاء الله. الحقيقة انتم سمعتوا رسالة سلبية الان وانا بتكلم مع زميلكم اللي مش لابسه. وده حرص ليس حرص شكلي ولا مظهري بقدر ما هو حرص على احترام المحامي لرسالته ودوره، ابتداء من أداء القسم. طوال حياته المهنية يجب أن يكون في حالة التزام، حالة التزام بالقيمة التي ينتمي إليها وبالرسالة التي يشرف بالاشتراك في أدائها. واحنا بنعتبر انه المظهر جزء لا يتجزأ من المضمون العام. مفيش مضمون من غير شكل وجوهر لب. الشكل هو الانطباع الاول وهو الرسالة الاولى التي يؤديها المحامي مع المتلقي او مع من يتعامل معه. اذا كان مظهره لا ينبئ عن جوهره وعن مضمونه سوف يصاب بالفشل والإحباط. فشل في التعامل معه والإحساس بأنه أقل من أن يكون محاميا. هذه الحالة إذا سيطرت على بعضكم بالقطع سوف تفسد أداؤه وتفسد رسالته وتفسد انتمائه. من غير هذا المظهر لا تستطيع أن تقدم نفسك لأحد. لابد أن تكون بمظهرك الكامل، بذلة كاملة اللي ما فيهاش تراجع. ما ينفعش وانت بترتدي البذلة تلبس جزمة كوتش او تيشيرت او اي بديل اخر حتى لو كان اغلى من من الرسميات. من في الناس ممكن تبقى لابسة تيشيرتات اكتر من البدل اللي احنا لابسينها، لكن القيمة الحقيقية مش في الثمن. القيمة الحقيقية في الالتزام بالمظهر اللائق الذي يجب ان تكون عليه، ويجب أن تحرص على أن تكون في أعلى درجات هذا المظهر. إذا خانك هذا الحرص وتخلف عنك بالقطع أنت لن تنجو في المحاماة ولن تكملها إكمالا صحيحا. المحاميات أيضا نفس الالتزام، ممكن بنفس مش بنفس الشكل لأن إحنا ما عندناش زي محدد للمحاميات، لكن عندنا الحد الأدنى من الاحتشام، الحد الأدنى اللي يحمي المحامية من أن تكون محلا لعدوان ذهني أو عدوان بصري فيما ترتديه. وده بالقطع يعني أنه ممنوع منعا باتا فكرة الجنسات والملابس المتسقة والشفافة وما إلى ذلك من عيوب إحنا حاسين أو متأكدين أنها تصيب المحامية في جوهر أدائها وفي رسالتها. لأنه أيضا طبعا متلقي معها عندما يشعر انه امام محاميه جاده، يمكن ان يكون محاميه جاده لا ترتدي زيا محل احترام. البيت المصري بشكل عام ملتزم في 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 مع بناته في الحد الادنى من هذا الاحتشام. في نسب متفاوته شاذه بتخرج عن هذا السياق العام. احنا بننبه الى انه هذا الشذوذ وهذا يعني الانفراط او هذا التمدد مش مطلوب. احنا الالتزام عندنا هو الحد الادنى اللي احنا بنطلبه من كل المحامات. احنا مش طالبين حد يتنقب او يتحجب، وانما طالبين الاحترام، ان تحترم المحاميه نفسها لانها في النهايه هي تحمي شخصها وايضا تحمي اسرتها وتحمي ايضا الهيئه التي تنتمي اليها وهي المحاماه. المظهر جزء هام جدا يجب ان تدركوا اهميته، وايضا دروس معهد المحاماه لن تكون مقبوله الدخول الا بالزي الرسمي او بالزي الكامل اللي احنا ملتزمين به الان. يعني لن يحسب لاحد هيدخل معهد المحاماه ويتدرب فيه او يقضي مده التدريب دون ان يكون ملتزما بالزي كجزء من اشكال التدريب على تحمل مثل هذه الاعباء. انا عارف انه ممكن ده يبقى نقله، واحنا وانتم طلباء ملابسكم تبقى مختلفه، احساسكم مختلف، البدله ممكن تمثل عبء لدى كثيرين من حضراتكم، عبء نفسي.
في تحمل انه يبقى لابس متكتف زي ما بيقول البعض. لكن ده امر هام وفي غايه الاهميه، انا حريص ان انا انبهكم له، لانه هو ده الانطباع، هو ده البوابه الاولى للتعامل معك. الجزء الاخر المقابل له هو اللب اللي احنا بننشده، انه انك تكون محامي كفء لاداء هذه المسؤوليه. عشان تكون كفء ما تعتمدش فقط على اللي انت درسته في كليه الحقوق، عشان تكون كفء يجب ان تمدد دراساتك وتطورها، وايضا اهتماماتك وقراءاتك ومتابعاتك، وان تتعلم من كل من حولك. لا تتعالى عن ان تتعلم كل يوم جديد، لا تتعالى ان تتعلم من زميلك او استاذك او حتى من تلميذك اذا كنت في سن متاخره، لان احنا بنستفيد حتى من اخطاء ابنائنا او تلامذتنا، بنستفيد انه هذا الخطا ما كان ليحدث لو كان ما حدث غير ذلك من اسباب او من عوائق. لذلك اوصيكم بفضيله التعلم الذاتي والحرص على زياده المخزون الثقافي القانوني لديكم، لانه ده مهم جدا في ان يقدمك او يساعدك على ان تكون محامي على مستوى يحترم الجميع. ايضا لمن يريد ان يتميز، لا يكتفي بالثقافه القانونيه فقط دون سواها، الثقافات المتعدده تنمي مدارك كثيره جدا لدى المحامي وتجعله في مجال اكثر تفوقا من اقرانه. يعني ممكن تبقى الاغلبيه من المحامين محامين كويسين، محامين جيدين، لكن علشان تتميز، علشان تبقى محامي فوق العادة، عشان تبقى محامي متميز، عشان تبقى محامي في الصف الأول، عشان تبقى محامي نجم، عشان تبقى محامي مشهود لك بالكفاءة، لازم تبقى عندك ثقافة أخرى. ما ينفعش ما فيش محامي مش عارف، ما قراش في السياسة أو ما قراش في التاريخ أو ما قراش في الأدب أو ما قراش في الرياضة أو ما قراش في الفن. كل دي علوم مهمة جدا للمحاماة، ممكن تبقى مش مهمة ليك مباشرة، يعني قد لا تكون لديك قضية محددة في علم من هذه العلوم، وإنما ثقافتك وإدراكك لمحتوى ما قرأته هيساعدك كثيرا في القراءة وفي الاستيعاب، وأيضا في ما تقدمه من حلول ومن مبادرات دفاعية يمكن أن تفيد بها من وكلك ومن أسند إليك مأمورية الدفاع. هذه باختصار محتوى مختصر يجب أن نلتزم به جميعا. المحور الذي يرتبط بالأمرين الشكل والجوهر هو الأخلاق، الأخلاق الحد الأدنى من الأخلاق اللي احنا بنحلف عليها ونؤديها. الأخلاق هو أن تكون محترما لذاتك ومحترما لغيرك، أن تؤدي ما عليك بأمانة وشرف وباقتدار، أن تكون محلا لهذه النزاهة. ما يصيب المحامي في نزاهته أو في شرفه يقضي عليه تماما، يقضي عليه تماما. إذا طلعت سمعة على محامي أنه بيخون موكليه، أنه بيسرق موكليه، أنه بيخدع موكليه، بالقطع هينتهي عمره، سوف يكون قصيرا. فالقيم الكلية يجب أن نجتزئها. أيضا احترامك للنفس هو احترامك للغير، واحترام الغير هو أن تحترم جميع الأطراف الذين تتعامل معهم. والاحترام هنا لا أقصد به أنك تحترم فقط الكبير، لا تحترم فقط القاضي، لا تحترم فقط الضابط، وإنما من يحترم يجب أن يحترم أصغر شخص يراه أو يتعامل معه، بالإضافة إلى أعلى شخص. الاحترام قيمة كلية، ما ينفعش نحترم الكبير بس ونتجاوز مع من هم أصغر مننا أو نسيء لمن هم أقل مننا، ده نوع من النفاق أنا لا أوصيكم به، وإنما أوصيكم بالامتناع عنه والتأكيد على أن الاحترام، احترامك لنفسك واحترام للكفة، من تقدمه ما تقدمه من احترام للآخرين سوف يرتد إليك لتكون قيمة نحن نعتز بها أو نريدكم أن تكونوا في أعلى المراتب وفي أسماءها.